وصلنا لأولى فقراتنا. رح نروح ونحكي عن التغذية، وخاصة بفصل الخريف. كتار منا بتنفتح شهيتهم بفصل الخريف، وكتار مننا ما بيعرفوا كيف ياكلوا أو يعني يعملوا كنترول على بعض الأغذية يلي يتناولوها. اليوم رح نحكي أكثر مع تغيير الفصول، كيف فينا نحن نعمل أكثر حمية غذائية، ناكل أكل صحي بما يتلائم مع الدخل المواطن السوري اكيد بوجود هلا المونه والاكلات اللي كثير طيبه. اكيد رح نحكي اكثر عن هالموضوع مع اخصائيه التغذيه عنان ابراهيم دلا، ماجستير بعلوم التغذيه. صباح الخير. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك. يسعد صباحك. بالبدايه خلينا نحكي، يمكن مع تغير الفصول بتلاقي في تغيرات اساسا بالجسم، ومع بداية فصل الخريف فينا نقول هو البوابة لفصل الشتاء، بتلاقي الشهية بتنفتح، يعني بتلاقي في حالة جوع مستمرة عند الشخص بالليل خاصة، بتلاقي كل الناس بتحب تقعد تكنكن تاكل. هاي القصص ما كنا نشوفها بفصل الصيف. خلينا شو التغيرات اللي بتطرق على الجسم لحتى بنحس بهيدا الشعور؟ اوكي، دائما في بيصير عند الشخص تقلبات مزاجيه نفسيه جسديه ومناعيه بين تقلبات الفصول. يعني دائما انا وقت بين الربيع والصيف بيصير عندي تقلبات بالمزاج وبالحاله المناعيه عند الشخص، بعد الناس بتصير عندها حساسيه لغبار الضلع بالربيع، ونفس الشيء هلا بالنسبه بين الخريف والشتاء. كل العالم هلا بنشوفهم بلشت تكتئب، بلش تزيد شهيتها، بلش يزيد وزنها، فهون السبب اكيد تغيير الهرمونات، تغيير الطقس احيانا. فبنشوف ايام نحن بهذا الطقس بنشوف انه هي بتقل اشعه الشمس نوعا ما بين الخريف والشتاء، ففي ناس تكتئب من هذا الموضوع وقت بتقل الاشعه فوق البنفسجيه بالجو، فبتعطيها هذا الشعور بالاكتئاب. هي غالبا بيكون في عندها نقص فيتامين د. كمان بنشوف هذا الفصل بيصير عندنا نقص بالمناعه، هذا اللي بيؤدي الى الامراض، بيصير عندنا هلا انفلونزا، التهاب بلعوم، التهاب بالمجاري التنفسيه، فبالتالي هي بصير عندنا قله مناعه، لازم انا اركز بغذائي على فيتامين سي وعلى الخضروات الورقيه والفواكه الموسميه. تمام. يعني عنان خلينا نحكي عن علاقه يعني المزاج السيء مع التغذيه. ممكن نحن نكون عم نتغذى شيء يعني مو صحي او مو صحيح، في شيء عم يعملنا حاله من التوتر. هلا يعني دائما معروفه اذا حدا توتر بيروح بياكل شوكولا او طبعا. حلو بيرفع عن حاله، اذا طبخه طيبه هيك بتتحسن نفسيته. شو علاقه المزاج بالاكل؟ طيب هي السبب في عنا شيء اسمه الاكل العاطفي او الشراهه العاطفيه، يعني انا بس اكون بحاله مزاجيه سيئه غالبه الاشخاص فهن بيروح بيتفششوا بالاكل. هي الحاله امتى بتصير عنا؟ بتصير عنا اكثر شيء بالشتاء وقت بيكون برد وقعده وكنكنه الليل طويل، انا قاعد بالبيت غير بالصيف وقت كان طلعات وسهرات مسابح وبحر، فانت عم تقضي اغلب وقتك برا البيت. وقت انت بتكوني بحاله انت قاعده بالبيت والجو برد برا، صارت الدنيا ليل، الليل طويل صار، فانت هون وصار عندك حاله نفسيه، صارت اكتئاب مزاجيه، تعصبتي من اي شيء، فما عندنا غير الفوتي على المطبخ فتحه البراد وتسكير البراد. هي بتكون عند اغلب الاشخاص مو ناتجه عن جوع، يعني هن بدهم يقوموا ياكلوا يتسلوا باي شيء بس هيك حاله نفسيه عندهم اياها. فهذا موضوع حاله نفسيه اكيد ما له علاقه الجوع بهذا الموضوع. لكن بدي انتبه كمان لموضوع تناول السكريات. دائما تناول السكريات بحكي عليها دائما انا في دوامه اسمها دوامه السكريات، يعني انا وقت ببلش الصبح بسكر ان كان بيتي فور بسكويت شوكولا حلوه اي شيء في سكر، انا طول النهار رح يكون مزاجي سيء. هلا صح نحن الكربوهيدرات سريعه الامتصاص بتعطي الشعور بالسعاده، لكن هذا الشعور بالسعاده مؤقت. يعني انا تناولت قطعه حلو حسيت بالسعاده لمده نصف ساعه تماما، شوي ثانيه بينقلب مودي، بيرجع بينزل معدل السكر عندي، جسمي بيطلب سكر كمان، بعد ساعه لساعه ونص برجع انا جسمي بيطلب حلو، فانا عم باكل كل ساعه لساعه ونص عم يطلب جسمي سكر لانه عم ينزل معدلات السكر عندي، عم باكل عم برجع اكتئب، عم بفرح شوي او بيعطيني هذا شعور السعاده لمده مؤقته، عم برجع فعم فوت طول النهار دوامه السكر. اكيد تناول السكريات عم تقلل من المناعه حوالي 50%، عم تزيد الوزن، عم توقف نسبه الحرق بالجسم. طيب قبل ما نفوت بالنظام الصحي السليم فينا نحكي كيف فينا نحافظ على العلاقة النفسية والمزاجية المترابطة مع الأكل. يعني قلتي جملة إنه ممكن نحن بالشتاء لما نزعل ناكل، بالصيف لا، الحالة مختلفة تماما، بتحسي حتى اختلاف المزاج يرتبط بالفصل. كيف فينا نحافظ على هاي العلاقة؟ شو الأشياء اللي ممكن نعملها لنقدر
فعليا نحافظ انه على التوازن النفسي الصحي وبنفس الوقت ما ناكل كثير، يعني طبعا. ما نربطها دغري بالاكل، نعمل يمكن حاله معينه او نعمل نظام غذائي معين لاقدر انا التزم فيه. تمام. اول نقطه، اهم نقطه، ما اضل طول النهار بلا اكل واجي على الليل انا اخذ كل سعرات الحراريه بالليل، هي اول نقطه كثير غلط. ثانيا انه انا وقت بدي اتناول وجبتي اتناولها بشكل يكون فيها الياف لحتى تعطيني الشعور بالشبع. اخذ وجبه فيها ذات مؤشر جلايسيمي منخفض، يعني ما بترفع نسبه السكر بالدم بسرعه، كرمال تمد معي ساعتين ثلاثه ضل انا شبعان. وقت باخذ وجبه فيها بروتين، كان دجاج، لحمه، تونه، بيض، لبن، جبنه الصبح، باخذ معها نوع من الكربوهيدرات اللي هي خبز من الحبوب الكامله، كان شوفان، كان الشعير، وان كان حتى حبوب القمح الكامله، وباخذ معها نوع من الالياف هي الخضار، فهي راح تمدي بالشبع لفتره ساعتين لثلاثه ممكن، غير وقت انا باخذ كروسان مثلا الصبح، فانا ما في خيال نص ساعه راح ارجع جوع، فلازم انا اخذ وجبات غذائيه متنوعه، محتويه على جميع العناصر الغذائيه، كرمال انا تمدني بالشبع. النقطه الثانيه، في حال انا فعلا كنت بالبيت وصابني الشعور انه انا جاع البال انا اكل شيء، جسمي طلب سكر، حابه اكل شيء، فدائما بالدرجه الاولى انا بقول لهم اول شيء اشربوا مي، ايام هذا الشعور بالجوع بيكون كاذب، ايام بيكون هو شعور بالعطش، لكن الجسم بيترجمه وانت بتحسي انه هو جوع، فانا اشرب مي بالدرجه الاولى. النقطه الثانيه، في حال انت فعلا اصر جسمك انه انت تقومي تاكلي حلو، فناخذ مصادر غذائيه معتدله بالسكريات يعني وفيها فائده، مثل الفواكه، مثل التمر، مثل الزبيب. تمام. عينان خلينا هيك، يعني بما انه هلا عم نذكر اهم الاكلات يلي هي بتدفي، يلي هي بتعطي طاقه، يلي هي بتعطي يعني شعور بالشبع، خلينا نحكي عن السناكات يلي بين الوجبات، كمان هدول بيلعبوا دور كثير كبير وهنن كثير مهمين. تمام. ان كان من الخضار، ان كان من الفواكه، ان كان من انواع التمور، ان كان من اي نوع هو بيلائم الجسم اذا حدا عامل حميه غذائيه. اليوم شو مهامه لل يعني للسناكات بين الوجبات، وشو هي ابرز الفواكه او الخضره يلي لازم نركز عليها بفصل الخبز؟ تمام. هلا بدايه رحله انزال الوزن نحن بنحط سناكات للشخص، دائما بنحط خمس وجبات، فطور، غداء، عشاء، وسناكات بين الوجبات كرمال ما يحس بالجوع. دائما انا وقت بكون في عندي شهيه كبيره، بيكون عندي زياده وزن كبيره، فما فيني اجي اقول له دغري بين الفطور وبين الغداء ممنوع تاكل. هلا دراسات جديده بتقول لك لازم نعمل فتره صيام بين الوجبه والوجبه. انا فطرت، اخذت قطعت حتى الفواكه الصبح اذا بدي اياها تكون مقترنه مع ممزوجه مع وجبه الفطور، واعمل فتره صيام ساعتين ثلاثه لوجبه الغداء. لكن ببدايه مرحله انزال الوزن لازم يكون شوي النظام الغذائي مرن كرمال يلائم هذا الشخص، يعني اكيد ما فيك انت تنقلي من هي المرحله لهي المرحله فجاه، فلازم تدريجي نحن نمشي بالحميه الغذائيه. فالسناكات هون بتيجي هي مثل عمليه اشباع شوي للجوع، كرمال ما يجي هو على وجبه الغداء الشخص اللي مبلش بحميه غذائيه كثير في عنده شهيه كبيره، غالبا عم تكون يا اما مكسرات نيه، جوز او لوز، غالبا عم تكون فواكه كمان، فينا نحط كمان مثل ما ذكرتي تمر، فينا نحط فواكه مجففه، فينا نحط كمان زبيب، بس طبعا بكميات مدروسه ومعقوله لهذا تناسب هذا الشخص. بشوف كثير من الاشخاص يقولوا لي انا ما باكل خبز، انا قاطعه السكر، انا قاطعه، بس شو بتاكلي؟ طب نقعد نعمل دراسه مع المشترك عندنا بالعياده، فبتطلع هي او الشخص او السيده انه هي بتبالغ كثير بكميات الفواكه. كمان الفواكه هي من الكربوهيدرات، يعني كل حصه فواكه تعادل فلقه خبز وزنها 30 جرام، وبالتالي انا عم بالغ كثير بالتمر او بالفواكه عم طلع فرق قطع الخبز والسكر والحلويات. طيب خلينا نحكي عن نظام الحياه المختلف، يمكن كمان نحن بنشتغل لساعات طويله فبنغفل عن وجبه الفطور او وجبه الغداء، فبلاقينا حتى بالشتاء يعني كله بيلعب دور، بما انه نحن بنقعد فترات طويله بالشغل بنرجع بنكنكن بالبيت، تلاقي هي الفتره كلياتها بنركز على الاكل، بيقول لك مفتاح تملئ، يعني بتبلشي اول ما تجي لحتى تنامي، هي عمليه طول الوقت عم تاكلي. خلينا نركز على نقطه اساسيه، قديش مهم فعليا شو ما كان، يعني عندي ضغط شغل لازم مرق لانه فتره الصباحيه الفطور، لو وجبات خفيفه بعدها سناك، كثير مهم هي لبلش نهاري لاقدر انا فعليا ما ركز على وجبه الاكل اللي هي تكون بشكل عام المساء اكثر شيء. تمام. هذا روتين لايف ستايل، يعني دائما وقت الشخص نحن عم نحكي هون عن اشخاص عندهم بدانه او زياده وزن، هن كثير متضايقين من وضعهم، فنحن وقت بنبلش رحله انزال الوزن بدها تكون هون تغيير لايف ستايل، يعني انا ما فيني بس غير بنظام اكلي لشهر او شهرين، نحاول شوي نكتسب عادات غذائيه صحيحه. هلا بتمر ايام انه انا فعلا بكون برات البيت ما صح لي اكل، هي ايام بتمر، بس ما يكون نظام غذائي كل يوم، يعني انا كل يوم
اليوم ما بفطر ما بتغدى، بروح على شغلي ما برجع على 5-6 بقضيها بالشغل انا سندويش جاهز او بسكويت او على القهوه، بيجي على 6 بعد 6 بالليل بقعد انا هون باخذ وجباتي الغذائيه. هون الغلط. في ايام كمان دائما انا بقول لهم الصيام المتقطع، الصيام المتقطع كثير له فوائد، انه هو بيضبط النفس، بيعمل كنترول انه انا خلص بالليل بعرف حالي نفسيا انه انا عندي صيام متقطع فانا ما راح اكل. في ناس بتقول لي معلش ساوي بالنهار وبالليل اكل، اكيد غلط. الصيام المتقطع لازم نحن يكون عدد الساعات اللي انا عم صوم فيها عن تناول الطعام المحتوي على سعرات حراريه او مشروبات هي بساعات الليل. نعم. عينات خلينا ننتقل شوي للاطفال، اطفالنا كمان هلا صار في عندهم نظام حياتي، بفيقوا الصبح في بعدين مدرسه بعدين غدا بعدين درس، ضمن الدرس كثير في من الاولاد بيتسلوا بالشوكولا والتشيبسات والاكلات الطيبه. طبعا. اليوم كيف فينا نحن نعود لاولادنا او نعمل لهم اختراعات هنن يبعدوا عن الشيبسات والبسكوت والسكريات والملونات ايضا؟ طبعا. كيف فينا نضبطهم لاولادنا انه ياكلوا من الطبخه؟ هلا بيصيروا بوقت انه لا انا ما باكل من هي، انا باكل من هي، يعني في شروط كثير هلا بيحطوها الاولاد، كيف فينا نحن نجبرهم انه لا هي بدكم تاكلوها لهي الاكله؟ اوكي. هلا اول نقطه موضوع البدائل الغذائيه للشيبس والشوكولا وهالقصص اللي نحن عم نجيبها من السوبر ماركت. اول شيء ما بدي اجيبها على البيت، يعني انا ما فيني يكون عندي مثلا اولاد بالبيت كبار مثلا بمرحله الاعدادي والثانوي ما بقدر اسيطر عليهم، واجي بدي انا نظر على الطفل اللي هو بالابتدائي، فانا لازم يكون هو بالبيت كله، يعني انا البيبسي او الكولا ما فوتوا على البيت ابدا، كرمال انا الطفل وقت بدي اقول له انت لازم ما تاكل ماما فهو لازم ما يكون هذا موجود بالبيت، تمام؟ هي اول نقطة، أكيد والأب والأم لهم كثير دور هنا قدوة الطفل، يعني نفس الفكرة ما فيني أنا أقول له لا تشرب مشروبات غازية فيها سكر كثير والأب دائما حاطط الكاسة وقاعد عم يشرب، فهو دائما قدوته أمه وأبوه. النقطة الثانية أكيد لازم أأمن أنا بدائل غذائية لهذا الطفل حتى معه على المدرسة بالبحة الأولى أو الثانية، أنا شو بدي ابعت معه باللانش بوكس. فاول نقطه البوشار قليل الزيت والملح اللي انا عم ساويه بالبيت، ما اعتمد على الاكياس الجاهزه من السوبر ماركت. النقطه الثانيه فيني ابعت معه كمان التمر اللي انا بقدر احط له معه مكسرات، بقدر افتح التمر احط له جوزه فيها لحتى هو يرغبها، حتى هو ياخذ كربوهيدرات، ياخذ فوائد التمر المغنيسيوم والزنك، وياخذ كمان فوائد الاوميجا 3 والدهون الصحيه الموجوده بالجوز. النقطه الثالثه كمان التمر، هلا طريقه كثير عم نعملها حتى السناكات للاشخاص الكبار، التمر اذا انا بجيبه بعجنه وبشويه زبده حيواني وبحطه بعدين بسمسم او بشوفان او بجوز مطحون، بتصير عندي كرات التمر بالسمسم او بالشوفان كثير بيرغبوها الاطفال وبتعطيهم هذا الشعور بالحلاوه. نعم. يعني نحن اليوم كثير بدنا نتشكرك على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وشكرا كثير لك. شكرا كثير لكم صبايا.